نموذج بقى، ندخل نموذج سيء قبل ما اطلع فاصل. احنا كنا جبنا لكم صورة الطفلة التي ألقيت في الزبالة، صحيح القصة مختلفة، في كمان مولودة عثر عليها في القمامة في البحر الأحمر اليوم اللي انتوا شايفينه على الشاشة. شوفوا بقى الناس اللي ربنا حتى يمنحها، دي الطفلة اللي ألقيت في القمامة. الوضع طبعا مختلف لأنه متعلق ببنت وولد خططا لهذه الجريمة، دخل في علاقة معا، ولما أنجبت البنت رموا المولود في الزبالة. أي انتهاك للأدمية والبشرية أكثر من ذلك؟ اللي وجد الطفلة أستاذ حسام جميل مدير الإسعاف، دكتور حسام جميل مدير الإسعاف بالبحر الأحمر. دكتور حسام أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل، أهلا وسهلا بيك يا فندم. دكتور حسام، كيف عثرتم على هذه الطفلة داخل القمامة؟ هو القصة ابتدت في اللي هو عمل النظافة، بيتولى النظافة بتاعت الشارع وهو بيفضي السدوب بتاع القمامة. لقى الجثة فقام على طول على الفور بإبلاغ الإسعاف. طبعا واجهنا الكلام ده كان تقريبا من حوالي 4 أيام، واجهنا سيارة الإسعاف هناك، واجهنا الطفلة جثة هامدة وفي كان أثر كده يعني كلاب أو حاجة، الكلاب الضالة ناشة جزء من مناخيرها كده. فطبعا نقلناها على مشروع مستشفى الغرباء العام وتم يعني توقيع كشف عليها الكلاب نهشت في المولودة. في المولودة يبدو انها كانت ميتة من فترة يعني، وألقوها في صفيحة القمامة دي، وطبعا في كلاب ضالة في الشارع طبعا ابتدت. طيب هي مولود مش مولودة، لكن انت حضرتك بتقول انه وجدتم الكلاب نهشة جزء من الجسد، وهي ميت من مدة حددته ولا صعب التحديد هنا؟ هنا صعب التحديد ده بيبقى عن طريق الطب الشرعي اللي هو بيجي بيتوجه وبيبتدي يحدد الميعاد بتاع الوفاه. بس على ما اعتقد ان عمل القمامه بصفه دوريه بيفضوا الصفائح بتاعت القمامه دي كل يوم الصبح، ممكن تكون ملقاه من بالليل مثلا. دكتور حسام بتوجه لك بالشكر، الف شكر. طبعا تم القاء القبض على البنت والولد اللذين ارتكبا هذه الجريمه اللا ادميه واللا انسانيه. شفتوا بدانا بنموذجين مبهرين، لكن للأسف الشديد في نماذج بهذا التدني وبهذا الانحطاط، ولا علاقة لها بالإنسانية ولا علاقة لها بالآدمية. هطلع فاصل، وبعد الفاصل هنواصل معاكم القضايا المختلفة والمتنوعة. عايز أقول لكم إنه هنشوف إزاي داخل جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار طلبة أساتذة اللي هيشرب سجاير هيتم توقيع